الشطاره بقى انك ازاي تعمل كونتنت يليق على كله. كنت لسه هقول لك طبيعه المشاهد او الاختلافات بتاع طبيعه وطبائع المشاهدين والمتابعين طبعا، هتقدر ازاي تقدم محتوى لايق للكل نافع لكل هذه المنصات. صعبه جدا باختلافاتهم بقى. صعبه جدا. انا عندي احيانا بحط حلقه انا عندي ثقه انها حلقه محترمه قوي وكويسه جدا، الاقيها على على يوتيوب ما عجبتش الناس قوي، الاقيها على فيسبوك شويه، الاقيها على تيك توك مرعبه عامله ملايين، مش فاهمها فابدا اركز. ده كان في اللي هي البدايات، بقيت بقى افهم هي الناس حابه تشوف ايه. الناس مثلا كانت متضايقه قوي انك من البدايه تقول له الجاني، مش حابين ده. ده جالي كتير قوي شوقني. يعني ما تقوليش من البدايه. هو انا في حاجه بضطر اقول الجاني في الاول اللي من كتر اللي عمله او اللي عملته. أيوه. بيبقى مرعب فبيبقى عايز ابدا بيها. ايوه مش قادر يعني. لكن انك قررت انك متواجد يبقى لازم تكون متواجد على كله، وعشان تتواجد على كله لازم تذاكر كله، لازم تفهم كل منصه عايزه منك ايه وشروطها ايه. طب هل برضو من واقع المحتوى اللي بتقدمه اللي هو محتوى زي ما بقولك متعلق في جزء منه بالجريمة، محتوى اخر متعلق بما قد نطلق عليه مورائيات، صح كده؟ مظبوط. الناس مايلة لإيه اكتر؟ الجريمة. للجريمة؟ الجريمة. مع ان انا احس ان موضوع المورائيات المورائيات عجبت ناس كتير. لكن بصراحة انا اللي ما كنتش معجب بيها. ليه؟ يعني انا تتميزت فيها جدا جدا. حسيت ان ردود فعل الناس ضايقني. انا بقول لك ده دجال ونصاب، فتبعت تقول لي انا بنتي معمول لها عمل، ابوس ايدك. والله في ناس تبعت لي يقول لي ابوس ايدك تديني رقم الشيء. بقول لك نصاب، بقول لك ده دجال، ابوس ايدك، ابوس ايدي ايه. فحسيت ان انا مش عايز اكون جزء من ده، فانا مش مستعد اروج للخرافه في اي حال من الاحوال خالص. فبدات تنسحب تدريجيا من المورائيات. انسحبت تدريجيا، بقيت مثلا في البدايه كنت بقدم 4 حلقات ورايات و4 جريمه، بعد كده بقيت اخلي الجريمه اكتر لحد ما سحبت خالص المورائيات، ما بقتش اقدمها. بقالي سنتين تقريبا مثلاً. سنتين خلاص جريمه فقط. وبعدين بقى الجريمه بدات اجيب بقى ايه، يعني انا كان ايه فكره المورائيات لما انا لو تفتكر في اول ما بدانا اللايف قلت لك ان انا قعدت مع ناس وعرفت ان هم دجالين. عكس علوم الجريمه والعلوم الجنائيه، لانها علوم. علوم، فبقى عندي علم واضح، عارف افهمه، عارف اقوله، مقتنع بالكلمه اللي مكتوبه فيه. الامر يعني ممنطق. ممنطق جدا. يعني كنت مثلا لما جيت قعدت اول مره خالص عملت لقاء مع طبيبه شرعيه. فكان عندي كم اسئله مش طبيعي. تاني مرة بقت الأسئلة أهدى لأن بقى عندي خبرة أكتر. بعد كده لما بقت هي تقرأ معايا القضايا ونتناقش وتحاول تجيب لي بقى التقرير هنا قال إيه بالظبط وبتاع، بقيت أفهم الموضوع عامل إزاي. يعني مثلا كان في من ضمن المشكلة الكبيرة اللي مش مفهومة على الناس كتير قوي، أنا راجل خبير معمل جنائي دخلت مسرح جريمة في واحد منتحر. موضوع عادي خالص. فلقوا فارغين للرصاص، ما لقوش فارغ واحد. طب ازاي ضرب نفسه طلقتين؟ انا منتحر. دي جبت فيها، طب والله جبت فيها خبير عشان بس افهم يعني ايه انتحر وعندي 2 فوارغ رصاص، حد ضربه؟ طب ازاي؟ اتضح انه علوم الجريمه بتقول ان اغلب المنتحرين بيجربوا على نفسهم اللي هم هيعملوه الاول بس باهدى، يعني بيضرب نفسه طلقه خفيفه الاول. لا والله. اوكي. فبعدين ايه يوم يضرب التاني، واحيانا يضرب الطلقه وهو مع تشنج الوفاء يضرب الثانيه. يعني اللي ضرب طلقتين ده هو فعلا منتحر، هو فعلا مش مقتول. بتتعرف منين بقى؟ من زاويه الضربه وقرب ماسوره وزاويه الدخول والخروج بتاعت الطلقه، ودي قريتها في تقارير كتير. ان دي زاويه لازم هو اللي يكون ضارب نفسه بيها، مفيش حد هيضربك من الزاويه دي.